وهلأ من الدوحة منستضيف الزميل إبراهيم وهبي. شو كانت ردود الفعل على حفل الافتتاح بقطر إبراهيم؟ مساء الخير ديانا لك ولكل المشاهدين. يعني ردود الفعل احنا هلا بعد المباراه اللي انتهت من لحظات بفوز منتخب الاكوادور، شو ما كانت النتيجه بالنسبه للقطريين هن عملوا يلي لازم ينعمل، هن حققوا المطلوب منهم من خلال حفل الافتتاح وجلب انظار العالم كله الى قطر. الحضور يلي كان بحفل الافتتاح من رؤساء بقمم غير مسبوقة ما صارت اليوم بحفل الافتتاح، نتائج كبيرة تم الإعلان عنها خلال الافتتاح، اجتماعات كانت عم تصير بحفل افتتاح مونديال قطر، كل هيدي عوامل كانت قطر رسمتها ونجاحها بهيدا الموضوع. طبعا الهواء بالملعب عم يشتد بعد نهاية المباراة. طبعا حفل افتتاح كان على مستوى عالي، تمثل بالبساطة بالإضافة لكثير عوامل، تمثل بالتراث، تمسك دولة قطر طبعا الأمور العقائدية، تمسك دولة قطر بشروطها على الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم. يعني كان في عدة شروط وقدرت دولة قطر من خلال اللجنة المنظمة أنه تفرض شروطها، وهيدا الشيء اللي تكتموا عنه وتم الإعلان عنه قبل يومين، واليوم بحفل الافتتاح صار الشروط يلي فرضتها دولة قطر وظلت الأعراف والتقاليد والأصول ورسالة السلام هي يلي دعيت لها من خلال حفل الافتتاح. ديانا كل الأمور هون رغم الخسارة بالمباراة الافتتاحية أمام الإكوادور 0-2، إلا أنه كل شيء عم بصير على ما يرام، التنظيم على أعلى مستوى، الكل بيعرف أنه مشاركة قطر لأول مرة بكأس العالم منه هو هدفهم أنه وصول لأدوار متقدمة، هن إعطاء أجمل صورة عن قطر والعرب، وهيدا يلي صار اليوم. شكرا لك إبراهيم، يعطيك ألف عافية.